بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. إخواني أخواتي متتبعي قناة محترفي أرباح الويب، إخواني درسنا اليوم الدرس الثالث من دورة احتراف بلوجر. كما تطرقنا إخواني أخواتي في الدرس السابق إلى طريقة إنشاء مدونة احترافية من الألف إلى الياء، عن طريق يعني فتح حساب جديد في جيميل، ثم فتح يعني مدونة جديدة، وتهيئة المدونة وتهيئة الإعدادات، وكذلك مجموعة من النصائح والإرشادات. ثم تطرقنا يعني في الشرح الثاني لطرق إضافة الصفحات وتعديلها وتعديل الأقسام، وكذلك مجموعة من التعريفات. يعني صراحة لا يمكن أن نتكلم عن أحد يعني احترف الربح في الانترنت دون التكلم عن مدونة لديه احترافية. ولكي تصل الى مستوى مدونة احترافية، ما عليك الا تتبع مجموعة من الطرق يعني والاساسيات، ابتداء يعني من انشاء مدونة، ثم تهيئتها، ثم الانتقال يعني الى التهيئة من اجل الارشفة، ثم كذلك الارشفة. والهدف يعني الكبير والاول هو الوصول دائما الى المرتبة الأولى في محركات البحث، وكذلك انطلاقا إلى الوصول إلى زيارات وترافيك ريزو يعني جيد جدا. الآن يعني في درسنا اليوم سوف نتطرق يعني إلى طريقة تهيئة المدونة الخاصة بك لتكون يعني صالحة للأرشفة من طرف محركات البحث، منها جوجل وغير المحركات الأخرى. سوف يعني درسنا اليوم التطبيق سوف أطبقه فقط على المدونة الخاص بي. سوف نقوم باستعمال مجموعة من المواقع، مجموعة من التطبيقات التي تساعدنا من أجل أرشفة وتهيئة يعني الموقع أو المدونة الخاصة بنا. ننتقل يعني بالنسبة للتهيئة، سنتكلم الآن عن التهيئة الخارجية، ثم ننتقل إلى التهيئة الداخلية الخاصة ب الحساب الخاص بنا. أول شيء ننتقل مجموعة من المواقع. فمثلا هنا لدينا أدوردز جوجل الخاص يعني لمعرفة أول شيء يعني هل الموضوع الذي اخترناه للمدونة الخاص بنا هو موضوع جيد أو موضوع غير جيد، يعني انطلاقا من البحث عن الكلمات الرئيسية ومعرفة يعني الموضوع الذي قمنا يعني سوف نضغط هنا ونقوم بإدخال يعني الموضوع الذي تشير له المدونة الخاصة بنا، الموضوع الذي تهتم به المدونة الخاصة بنا، لمعرفة هل هذا الموضوع يعني سيجني لنا أرباح أم هو فقط تضييع للوقت. نقوم مثلا بدورة تعلم CPA، قم بكوبي ثم أنتقل هنا وأضغط كولي ثم أبدأ بالبحث. كما تلاحظون يعطينا هنا البحث، مثلا البحث فقط هنا الجزائر، أقوم بتغيير ثم أضع مثلا المغرب. المغرب ثم أضغط على حفظ. كما تلاحظون CPA شهادة دورة تعلم CPA متوسط البحث، أضغط هنا على متوسط ليقوم. Free account الربح من الانترنت، يعني هناك من 100 إلى 1000 يعني زيارة، هنا كذلك آخر 12 شهر، يعني الموضوع يعني لا بأس به، ولكن هناك انخفاض يعني في نسبة الزيارات كما تلاحظون هنا. ننتقل الآن يعني بعد أن تقوم يعني بدراسة الموضوع، هل هو يعني موضوع يعني ناجح، يعني هل هو موضوع يعني به منافسة أم ليس به مناسبة، ننتقل يعني إلى الموقع الآخر. هذا الموقع يعني يعطيك يقوم بالبحث في المدونة الخاصة بك، ثم يقوم بإعطائك هل هناك يعني منافسة لديك، ثم يقوم بإعطائك المدونات أو المواقع الأخرى التي تنافسك في الموضوع، ويعطيك الميزة التي يعطيها لك أنه يعطيك برسنتاج خاص بالمدونة الخاصة بك، هل هي
تحتل المراتب الأولى أم ليست في المراتب الأولى. نقوم مثلا هنا بنسخ رابط يعني المدونة، ثم الانتقال إلى هنا والضغط على فيريفي ليقوم هو بالبحث عن موضوع المدونة، يقوم بأرشفة المدونة واستخراج يعني المواضيع المتواجدة في المدونة، وبذلك يعطيك ترتيب يعني هل هناك منافسة، هل البرسنتاج الخاص بك، يعني يعطيك فكرة يعني هل أنت يعني في المسار الصحيح أم لا. كما تلاحظون إخواني أخواتي، قام الآن يعني بإعطاء النسبة، فنسبة يعني الموضوع أو الموضوع الذي تتكلم عليه مدونتي هو واحد ليس مدونتي، بل هي قام بالعكس، هناك يعني مدونة أخرى كما تلاحظون، مدونة أخرى يعني تتكلم كذلك على نفس يعني المدونة، يعني نفس المواضيع المتواجدة بمدونتي، نسبتها هي 81.63% دوبليكات. كذلك هنا قام باستخراج يعني القناة الخاصة بي كما تلاحظون، قام استخراجها من المدونة يعني 44. هناك كذلك مدونة أخرى، قناة مختصة، مدونة أخرى، ننتقل هنا، هناك يعني موقع آخر الذي 27.12. كذلك هناك هذه مدونتي، هذه قناة خاصة بي. كذلك هناك موقع آخر، يعني نقوم بالذهاب، هناك أرباح، ثم نقوم بالنزول، نزول يعني صراحة ليست هناك كما تلاحظون منافسة قوية يعني في المواضيع، فقط المنافسة الظاهرة هنا هي من الموقع يعني أو المدونة الخاصة بي. انتقلوا مثلا إلى هذه المدونة كما تلاحظون، دورة احترافي بلوجر التصل الأول، انقلاب رابط دونالد، كما تلاحظون ننتقل الآن إلى يعني عندما يعني تقوم يعني بمراجعة هل هناك منافسة قوية يعني للمدونة الخاصة بك أم ليس هناك منافسة قوية، كل هذا فقط يعني من معرفة هل أنت في الطريق الصحيح أم لا. نأتي من ناحية الموضوع، قمنا يعني بمراجعة، نأتي الآن إلى مراجعة يعني القالب أو المدونة الخاصة بك من ناحية الزنستريمو الخاصة بها أو من ناحية القالب الخاص بها، هل هناك به مشاكل، هل هناك مشاكل في المعلومات أو الكود HTML الخاصة بالمدونة الخاصة بك. نقوم يعني مثلا بنسخ يعني رابط المدونة، ثم نأتي هنا إلى كولي وإجراء اختبار. سوف نقوم الآن باختبار يعني الكوداج الخاصة بالمدونة لمعرفة إن كان خطأ، وإن وجد خطأ فإنه يسبب مشكل كبير يعني من ناحية الأرشفة وسهولة الولوج إليها من طرف محركات جوجل. فمثلا هنا لدي خطأ، هنا أقوم بالضغط على هذا الخطأ فيقول لي بأن الخطأ يوجد مثلا في الصفحة الدرس الثاني من دورات CPA، التاريخ يعني وضع ببليشيت ويباج تيب، هذه هي الصفحة، يعني هذه الصفحة بها مشكل فيمكنني الدخول إليها لرؤية المشكل. كما يقول لك نوع المطلوب إدخال قيمة للحقل هيدلين، يعني هذا الحقل به مشكل معين. كما تلاحظون هنا المشكل أن لا يوجد عنوان هنا بهذه المدونة، والعنوان هو الشيء يعني بهذه المشاركة، والعنوان هو الشيء مهم جدا جدا. انتقل الآن يعني إلى المشاركات الخاصة بي، ثم أقوم بالبحث عن الدرس، كما تلاحظون الدرس الثاني من دورة، الدرس الثاني، الدرس الأول، الدرس الثاني،
وأقوم يعني بالدخول إليه. كما تلاحظون ليس هناك أي عنوان، يعني قد نسيت العنوان، أقوم بكوبي وإعادة العنوان هنا. أتأكد دائما بأن الوصف موجود، كما تلاحظون الوصف موجود، ثم أقوم بالضغط على تحديث. نأتي مرة أخرى هنا ونقوم بإعادة يعني اختبار جديد، ونقوم بإعادة إجراء اختبار لنلاحظ إن كان هناك مشكل. كما تلاحظون إخواني أخواتي، يعني لم يعد هناك مشكل، نسبة الخطأ صفر. هذه يعني الطريقة يعني تريك إن كان هناك يعني مشكل في المدونة الخاصة بك. إن كان مشكل حاول أن تقوم بحذفه، لأنه يسبب يعني مشكل من ناحية الأرشفة. ننتقل إلى معرفة الفيتاس، يعني سرعة ولوج المدونة، يعني سرعة تجاوب المدونة مع المحركات جوجل، وكذلك مع تجاوب المدونة يعني مع الزائرين عندما يقوم بطلب الولوج إلى المدونة الخاصة بك. نقوم بالضغط على استصبح، أقوم يعني بإضافة رابط المدونة الخاصة بي، ليقوم هو بالأناليز الخاص به لمعرفة يعني السبيد أو السرعة الخاصة بالولوج إلى المدونة من ناحية يعني الهاتف، وكذلك من ناحية الكمبيوتر الخاص. كما تلاحظون يعني نسبة ولوج المدونة بالنسبة للموبايل هي 83. ننتقل إلى الأورديناتور، يعني جهاز الكمبيوتر، هي 97. ثم تلاحظون هنا يقوم بإعطائك بونتون ماكسيمال برومبتي بروسيس، يعني نسبة السرعة في الولوج إلى جميع وظائف المدونة الخاصة بي. ثم ننتقل إلى الموبايل 83، يعني جيدة لا بأس بها. نحاول دائما ألا نكون يعني أقل من 83، يعني لا ندخل في 70 أو 60، يعني تشكل مشكل كبير يعني في المدونة. ننتقل الآن إلى التيست الآخر، تيست الخاص ب يعني يعني المظهر الخارجي للمدونة من حيث يعني جميع أنواع الهواتف الذكية والطابليت. هل هناك مشكل؟ هل هناك تجاوب؟ نقوم بكذلك بإضافة رابط المدونة، ثم الضغط على تيست لمعاينة المدونة من ناحية جودة الرؤية. كما تلاحظون يعني هذه يعني الكمبيوتر كما تلاحظون هنا. ثم ننتقل إلى موبايل، يقوم لي باختيار يعني الموبايل الذي مثلا قمنا باختيار بلاك بيري كما تلاحظون، يعني الصور واضحة وكذلك المقالات واضحة ومتجاوبة، مثلا تلفزيون اتش دي، قم باختيار مثلا تلفزيون اتش دي، يعني متجاوبة كذلك. تابلت كذلك يعني متجاوبة وسلسة وسرعة جيدة. هذا كله يعني يحفزنا على إتمام العمل الخاص بنا بكل أريحية. يعني القالب المتواجد بالمدونة وسرعة المدونة تساعد كذلك بالأرشفة. كل هذا الذي رأيناه هو فقط يعني المظاهر الخارجية، وكذلك تعديل الرؤية يعني ليزانستريمو والقالب الخاص بك والكوداج الHTML الخاص بالمدونات الخاصة بك. هل هو جيد؟ سوف يعني قمنا الآن بتأهيلها خارجيا، الآن سوف نقوم بالتأهيل الداخلي. نترككم الآن بعد يعني إخواني أخواتي، يعني بعد أن قمنا يعني بتهيئة المدونة ومعرفة إن كانت صالحة أم غير صالحة، وكذلك هل هي مناسبة للأرشفة والتهيئة أمام محركات بحث جوجل، الآن يعني سوف نقوم بالتهيئة الداخلية انطلاقا من يعني من الذهاب إلى إعدادات، ثم الضغط على تفضيلات البحث والدخول إلى تفضيلات البحث لكي نقوم بتغيير الداخلي للمدونة، والسماح بذلك إعطاء حقوق للسماح لمحركات بحث جوجل لأرشفة المدونة بأكملها، وبذلك تصبح صديقة لمحركات جوجل، وبذلك تكون تتصدر يعني المرتبة الأولى
في البحث على مستوى جوجل. يعني الوصف يعني كما سبق وذكرت لكم يعني في الفيديو السابق يعني طريقة الوصف، الوصف مهم جدا، لأنك عندما تقوم يعني مثلا بكتابة بروفيسيونال ويب في جوجل يقوم يعني بإعطائك المدونة أو الموقع الخاص بك، ويكون دائما يكتب وصف أسفل العنوان، ذلك الوصف هو الذي يعطيك يعني أولوية في التصدر ويعرف بالموقع الخاص بك. ثم نأتي يعني لتعيين، ثم نقوم يعني بكتابة وصف معين داخل الولوج دائما إلى المدونة، وإعطائها يعني إعطائها وصف يعني شخصي بها. ثم كذلك عملية إعادة التوجيه يعني نتركها إلى الدرس القادم إن شاء الله، لأن الدرس القادم سوف يتطرق لجميع الطرق من أجل الحصول على باك لينك يعني دوفلو أو باك لينك عادي أو باج باك لينك نافع يعني المرتبة الأولى. كذلك نأتي مباشرة إلى التعديل. قبل أن نأتي إلى التعديل نضغط هنا يعني الروبوت، سوف أريكم يعني أنا سبق وقمت يعني بهذه العملية بالمدونة الخاصة بي. نأتي مثلا هنا يعني لم يسبق يعني أن قمنا بها، نأتي مثلا ملف روبوت تكس نقوم بتعديل، ثم الضغط على نعم، ثم يعني توسعت هذه الخانة، ثم آتي مثلا هذا سوف هذه يعني الكونسول سوف أتركها لكم يعني أسفل الفيديو لتحميلها، ما عليك إلا كوبي كولي ثم تقوم بكتابتها هنا إلصاقها هنا، ما عليك إخواني إلا تغيير العنوان الخاص بالمدونة والترك يعني ما هو عليه تركه، لأنني قمت بتغيير كل شيء. يعني سوف أقوم يعني سيبريمي و أقوم ب يعني بفتح المدونة الخاصة بي وكوبي ثم أقفلها، وأتي هنا يعني سيت ماب وأقوم يعني بكولي كما تلاحظون سيت ماب كولي سيت ماب نتفليكس فيلم بلوك، ثم أقوم بحذف هاته، تأكدوا دائما يعني HTTP ثم العنوان الخاص بالمدونة الخاص بكم ثم أتوم XL ريدكشن كما هو، تقوم بتركه كما هو ثم الضغط على حذف، سوف تقوم بإلصاق كوبي كولي وتغيير فقط يعني العنوان الخاص بالمدونة الخاصة بك يعني، ثم الضغط على حفظ التغيير ثم ننتقل يعني حفظ بنجاح، ثم ننتقل يعني علامة رؤوس مخصصة لبرامج الروبوت وهي خاصة بالباك لينك أو الدوفلو المتواجدة بالمدونة الخاصة به. موضوع الباك لينك يعني موضوع يعني طويل جدا، يعني سوف نتطرق إليه في الدرس القادم، لأن يعني صراحة هو أهم شيء يعني المرتبة حاليا. الآن جميع المواقع والمدونات يعني تتنافس على أكبر يعني الباك لينكات الخاصة الموجودة حاليا، منها ما هو مدفوع وما هو ما هو مجاني وما، وللأسف يعني الشيء المفيد أن الباك لينك يعني العالمية التي تأخذ المرتبة الأولى هي المجانية ليست المدفوعة. الآن نضغط على يعني الصفحة الرئيسية آل ثم نود ثم آل ثم نود، ليس آل بل هنا يعني نيودكس ثم نود ثم آل ثم نود ثم كما هي كما تلاحظون هنا، يعني سوف أتركها لكي تراها، يعني آل نود ثم نوندكس ثم نود ثم آل نود ثم الضغط على حفظ التغيير كما تلاحظون. الآن يعني نأتي إلى المرحلة الأخيرة هي تعديل، لكي نقوم بإضافة يعني الموقع الخاص بنا إلى الويب ماستر تولوز أو سيت ماب الخاص بجوجل يعني ليدخل في الأرشفة الخاصة به، نقوم بأجوتي امبروبريتي ثم أقوم بالذهاب هنا عرض المدونة الخاصة به لكي نقوم بأخذ الـ الخاص بها كما تلاحظين بها هذه كونتر لوكر سبق وذكرته بالنسبة لعروض سي بي وضعته في الموقع الخاص بي، ثم أضغط هنا كولي ثم أجوتي وأتركها إلى أن تتم إضافتها، أجوتي لبروبريتي كونسول إيميل نتفليكس، ثم أرجع إلى أوفر نوفير رابور
كما تلاحظون هنا سوف نقوم سيت ماب واقوم يعني هنا يعني سوف اقوم باضافه السطر هنا الذي قمنا باضافته. سوف اتي هنا من سيت ماب الى 500 لان في الاول يعني المدونه الخاصه بك يعني لن تتجاوز يعني 500 صفحه، فان كانت المدونه بها 1000 صفحه او ما فوق فما عليك الا كتابه من واحد ماكسيموم من 1 الى 500. نقوم الان يعني بكوبي كولي لهذه يعني كوبي من سيت ماب الى الاخر، من سيت ماب الى الاخر تترك الو ثم تاتي من سيت ماب الى الاخر وناتي الى سيت ماب هنا ثم اضغط انفوي. vous avez vu champ valide vers OK vous avez saisi une champ valide vers le site map. يعني أتي إخواني أخواتي و يعني أختي إخواني أخواتي وقوم يعني بأخذ من HTTP إلى 500 هنا تسمح كوبي ثم آتي هنا وأقوم بالضغط كولي أقوم يعني بحذف سيت ماب أتركها من HTTP ثم بالضغط أنفاي سيت ماب جوجل تريتر رقم ديشيرش موديفي سي بروبليم أوكي. كما تلاحظون فوتخ أوبيراسيون إفكتيي أقوم بالضغط عليها يتم أرشفة 27 صفحة أتركها لمدة 24 ساعة ليتم الظهر سوف يظهر لدينا البيرفورمانس الخاص بالصفحة إلى أن تمر يعني 24 ساعة. نأتي الآن مباشرة إلى الضغط على حفظ ثم يعني نترك الجوجل يعني سيت ماب الجوجل الخاص بيقوم بإضافة وأرشفة كل الصفحات وبذلك تأتي إلى تصدر يعني المراتب الأولى في محركات البحث جوجل. إخواني أخواتي يعني في الدرس القادم إن شاء الله سوف نتطرق إلى طريقة يعني إعداد يعني استضافة مجانية وتغيير يعني اسم الموقع أو اسم المدونة من امتداد .blogger.com إلى امتداد .com مدفوع أو امتدادات أخرى عن طريق استضافة مجانية، وكذلك تهيئة المدونة من حيث الروابط الخفية لباك لينك من جميع أنواعها الدوفلو والبرينج وكذلك برينج رينج يعني وباك لينك بيجرينج الناف الذي يعطي يعني صراحة مصداقية كبيرة لموقعك ويقوم يعني بربط علاقة وطيدة مع محركات البحث جوجل. إخواني أخواتي كل هذا سوف نشاهده يعني ونتبعه في الدرس القادم إن شاء الله. أتمنى أن ينال الدرس إعجابكم، لا تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس لتعليقاتكم التي تمنحنا نوعا من الدعم والتحفيز. إخواني أخواتي أستودعكم في الله إلى الفيديو القادم إن شاء الله.